اقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بسلا، كنتواجدوا في المركز الثقافي سعيد حجي لتكريم مجموعه من نساء قطاع التربيه والتعليم. اليوم كنكرموا عاملات النظافه ديالنا، المفتشات، المديرات، الاستاذات، المنشطات، منسقات النوادي في هذه اللفته يعني المناسبه بمناسبه اليوم العالمي للمراه 8 مارس، وهي فرصه لهذه الوقفه الراقيه اللي نشطتها كره النوستالجيا بالرباط، ونشطتها الاعلاميه المبدعه هنا العيدي. شكرا لكل من ساهم في هذا الحفل، وشكرا لكم ايضا كمنابر اعلاميه على التغطيه. تبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمه الزعماء، نائبه رئيس مجلس عماله سلا. اليوم حنا عندنا الاحتفال باليوم العالمي للمراه، هو انا ما كنسميش الاحتفال باليوم العالمي للمراه، هو هذا اليوم هو يوم حقوقي للمراه. كيف ما كتعرفوا الحدث اللي وقع في هذا اليوم، المجزره ديال النساء العاملات في امريكا، واللي بقى بقات هذه السنه دائما 8 مارس فيها يوم عالمي، ولكن حنا كنعتبروه يوم حقوقي، يوم كندافعوا على حقوقنا، جميع الحقوق الاجتماعيه الثقافيه الرياضيه والسياسيه. وحنا اليوم متواجدين مع اليوم تم تكريمي من طرف المندوبيه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، ومشكور السيد النائب الاقليمي السي سعيد حيان على هذا التكريم وعلى هذا الالتفاته اللي التفت على جميع النساء، سواء نساء النظافه، المديرات ديال الثانويات وديال المدارس، وايضا النساء مديرات المدارس الخصوصيه، وايضا المستشارات، وانا من ضمنهم اليوم. وهذا الاحتفال اللي احنا كنعتبروه ذكرى كيف ما كنقول ديال حقوق الانسان، اللي كنطالبوا منه المناصفه، ونطالبوا منه اننا مستقبلا بغينا المراه في مراكز القرار. والحمد لله ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده اعطى المراه قيمه واعطاها جميع حقوقها اللي تستحق، وما زال الحمد لله كيدعم المراه. وكيف ما كتعرفوا بدور المراه، هي المراه اللي كتعمل في البيت داخل البيت وخارجه، والحمد لله اننا استطاعت المراه في المجال السياسي تحقق النصف ديال ثلث ديال المجالس المنتخبه. عندنا ثلاثه العمدات مدن كبيره، مدينة الدار البيضاء، مدينة جهة الدار البيضاء، جهة الرباط، وجهة مراكش، ورئيسة جهة إقليمي موادنون، وأيضا في المجالس المنتخبة، حتى في مجالس في المجال المقاولات، ولينا كنشوفوا نساء مقاولات اللي الحمد لله حتى هما ولاو كينافسوا وكي أخيهم الرجل. وإحنا كنساء واخا كنطالبوا المناصفة، ولكن بجانب الرجل لولا الرجال ما غاديش نحقوا هذا الشيء. وكنقول عيد سعيد لكل اولا الامهات اللي رباونا، وايضا لجميع نساء العالم وخاصه نساء مدينه سلا، عيدكن مبارك وسعيد وغني بكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.